كما أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل وضع ترتيبات خاصة للمواكبة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور، وذلك لضمان استفادتها من ظروف مثلى خلال العبور والوصول. وتهدف هذه الترتيبات إلى تسهيل مجموع المساطر الإدارية والجمركية والصحية خلال العملية لضمان ظروف آمنة وسلسة ومرضية أثناء السفر وخلال الوصول والإقامة في المغرب. وسيتم الاستمرار في العمل بباقي التدابير الاعتيادية الأخرى المتعلقة بالاستقبال والمساعدة التي تؤمنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في المغرب والخارج. كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته حتى تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج، حيث ستكون التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية مدعوة إلى تسهيل جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة والأجانب الراغبين في زيارة المغرب والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم وانتظاراتهم.